مكملين اكيد بصباحنا مع فقره كمان بتحمل معها لمسات من فصل الشتي، وكيف فينا نحن نعدل بديكورنا بهذا الفصل. اكيد فرح، يمكن اليوم حكينا باكثر من شيء له علاقه بالشتويه. بشكل عام كثير اوقات بنسال انه يا ترى هلا الالوان الشتويه هي الوان بارده، وبالتالي نحن رح يصير عندنا هيك شويه، خليني اقول، برود بالمنزل بالديكور بالاساس اللي موجود، ولا لا فينا نستخدم الوان دافيه وكيفيه استخدامها، وكيف ممكن نعكس حاله تعطي شويه دفى ضمن المنزل في مواجهه البرد اللي ممكن يكون برا. طبعا كل التفاصيل رح يعرفنا عليها ضيفنا بالاستوديو المهندس المعماري ضياء عكاري، وايضا دبلوم بعلوم الطاقه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا وصباح جميع المشاهدين. صباح الخير. الشتويه اجت، ما فينا ننكر هذا الشيء، مع الاشخاص اللي كثير بيحبوا هذا الفصل، والاشخاص اللي بيحاولوا يلاقوا الدفى، يمكن سواء بالديكور بالالوان باي شيء يمكن بيزيد من الدفى موجود داخل المنزل. خلينا نحكي عن الالوان واهميتها، قد ايه بتلعب دور اليوم باعطاء هي الطاقه الحلوه وهذا الدفى للبيت. تمام. هلا اول شيء نحن بدنا نعرف هلا شو عم يصير بالطاقه، بمجالات الطاقه حوالينا. هلا اول شيء نحن بفتره انتقاليه، عم ننتقل من فصل لفصل جديد. مع ان هالفصل المميز اللي احنا بالنسبه لفصل الخريف ببلادنا، مع هيك بنميز احنا فصل الصيف وفصل الشتاء، بس احنا هلا بفتره انتقاليه، بنلاحظ انه اوراق الشجر عم تتساقط، بنلاحظ انه في تغييرات كثير، عم يصير في هواء احيانا، عم يصير في تقلبات كثير، فهي التقلبات كلياتها عم تحمل تغييرات وعم تحمل تقلبات كمان بمجالات الطاقه حوالينا، فنحن كمان بدنا نعرف هلا كيف بدنا نتعامل مع هي التقلبات. هلا اول شيء مثل ما اوراق الشجر عم تتساقط، مثل ما كل شيء عم يتغير، كمان نحن لازم نواكب هذا التغير ببيتنا. اول شيء لازم نتخلص من كل شيء قديم، كل شيء ما عاد بدنا اياه نحن، كثير منيح بحيث انه ما يكون في شيء حامل كميه طاقه قديمه ما بدنا اياها غير مرغوبه بالبيت. تنظيف بيكون كم مثلا اي قطعه اثاث قديمه، اي قطعه غير مرغوب فيها، مثلا قطعه ثياب قديمه، بدنا نخبي هذا الشيء هلا كونه عم نروح مثلا من فصل لفصل. فمثلا ممكن نغسل بمي ملح، اذا ما في امكانيه للغسيل ممكن نمسح بمي وملح بعدين نمسح مره ثانيه بمي نظيفه بدون ملح. فهي التغييرات انا بدي واكبها بهذا الشيء هلا. بالنسبه للكميه الطاقه هلا او الشيء اللي بيصير هلا بكميه الطاقه، مثل ما بنعرف يعني هلا بالشتويه غالبا بيكون الشمس خفيفه، الشمس هي مصدر طاقه كثير كثير مهم لنا، مشان هيك بالصيف بنلاقي في نشاط في حيويه اكثر من الشتاء. فنحن هلا اول شيء بدنا نعمله بدنا نعدل كميه الطاقه بالبيت، بدنا نزيد كميه الطاقه. هذا الشيء بيتم بعده طرق. اول شيء ممكن نحن نستعمل شمعه، مثلا هي الشمعه نحطها على الجدار الجنوبي، لان دائما نحن في عندنا تدفق للطاقه من الجنوب للشمال، فممكن نحط شمعه مثلا يعني بين المغرب والعشاء بهالوقت هذا اللي بتخفي الشمس، ممكن نحط شمعه نشغلها لمده ساعه او ساعتين، بتعدل كميه الطاقه بشكل كثير كثير رهيب. يعني احنا بنقول انه عن جد شمعه بتعمل هذا التاثير، ايه شمعه واحده ممكن تعمل هذا التاثير واكثر كمان. غير هيك كمان الشمعه بتحمل نوعيات طاقه كامله، يعني انا شو ما كان الفراغ اللي عندي انا ممكن اعدل كميه الطاقه فيه حسب او شو ما كانت نوعيته بكميه ملائمه من الطاقه بهي الشمعه. حلو. تمام. يعني تفاصيل متعددة، ويمكن نحن بنسأل كمان عن الألوان، يعني اليوم الديكور الأشخاص مو كل يوم بيقدر يغير قطعة الأساس، يغير لونها أو يغير لون حتى الدهان يعني، فهذا الشيء كثير مهم. أنا إذا بعطي نصيحة إنه ما تفضلتي هلا، صعب إنه أنا مثلا أغير ديكور البيت مثلا بين الشتاء والصيف، الشتاء بدهن لون الشتاء بعدين أرجع على الصيف، هذا الشيء كثير صعب. تمام. فمشان هيك نحن ممكن نلجأ لشيء ثاني بديل. موضوع الالوان اول شيء بدي احط انا مثلا الوان حياديه بحيث انه ما تاثر علي لا صيف ولا شتاء، يعني يكون تاثيرها نوعا ما متوازن. طبعا هذا الشيء بيلحق نوعيه الفراغ، ممكن نحكي عليه بتفاصيل اكثر بعدين، بس هلا بخصوص الديكور ممكن انا العب على الالوان بشكل يعني مثل تحايل، خلينا نقول ممكن نستعمل الاضاءه، الاضاءه فورا، يعني انا حطيت مثلا ضوء بلون معين بقلب الفراغ، حطيت ضوء ثاني مثلا بلون ثاني بفراغ ثاني، هذا الشيء بيحمل تاثير كثير كبير، خصوصا الالوان خليني اقول الدافيه، مثلا الابيض اللي مايل على صفار، هذا اللون بيحمل دفء كثير كبير، يعني هو قريب على اللون الطبيعي، على لون الشمس الطبيعي، فبيحمل تاثير دفء، ممكن يعمل لي تغييرات حلوه بقلب الفراغ، ممكن احطه بفراغ القعده بالصالون، ممكن نستعمل مثلا اضواء بالوان خافته مثلا بقلب غرف النوم، بغرف النوم ما اللي محتاج مثلا كميه طاقه كبيره، فحسب نوع الفراغ انا بدي اشوف شو الشيء الملائم له.
ابرز الاخطاء يلي بتشوفها اليوم ممكن ترتكبها السيدات خاصه بفصل الشتي بتبعد عنهم هي الطاقه الحلوه اللي نحن بحاجتها، شو بتشوفها؟ هلا اهم الاخطاء هي انه نحن مثل ما حكينا قبل شوي انه وقت انتقل انا من الصيف للشتاء ما عم اعمل تنظيف بشكل منيح، عم خزن مثلا البسه، عم خزن فرش، عم خزن اي شيء بدون تنظيف، بدون وعي انه انا شو لازم اعمل. فاهم شيء مثل ما حكينا هو التنظيف، اي شيء بدي خبيه، اي شيء قطعه اثاث مثلا بدي خبيها، خصوصا مثلا كثير من السيدات بحطوا كثير اغراض مثلا بقلب الخزانه. انا كثير مهم حتى انه قبل ما بدي احط هي الاغراض بقلب الخزانه انا حتى الخزانه هي نفسها بدي اعمل لها تنظيف. كمان غير هيك موضوع الاثاث، انا شيء كثير مهم او شيء كثير حلو انه انا كل فتره اعمل تغيير بقلب البيت مشان يصير تدفق الطاقه شوي مريح. يعني نتخيل موضوع مثل حجر حطيناه بقلب نهر وخلينا هذا الحجر لسنين طويله، يعني بصير في ركود، بصير في جمود بقلب التدفق تبع المي بقلب هذا النهر. نفس الشيء بالنسبه لتدفق الطاقه، اذا حاطط قطعه اثاث مثلا الى فتره كثير طويله الى سنين ما تغيرت مكانها، ما تنظف حواليها، فهذا الشيء ممكن يعمل لي مشاكل بتدفق الطاقه بقلب هذا المكان. شيء حلو انه انا كل فتره غير ترتيب الديكور بقلب البيت، حتى لو يعني اذا ما في امكانيه تغيير كبيره انا ممكن بس انه زيح التخت تبعي، زيح اي شيء ممكن انا اغير بالترتيب خلال هالفتره الانتقاليه. تغيير المكان كثير مهم. تمام. كمان خلينا نحكي اليوم بعض البيوت، يعني مو كل الاشخاص بيقدروا يسكنوا بيت هن مثل ما بدهم اياه بالتصميم اللي بدهم اياه، يعني نكون واقعيين. صح طبعا. يعني في اشياء مفروضه احيانا علينا، لكن مثلا في ناس بتلاحظ انه بيتها بالصيف بيكون مثلا بحبس حراره هيك اتجاهات الهواء فيه، وبالشتاء كمان بحبس بروده، شو النصيحه اللي بتعطيهم اياها؟ كيف ممكن يخليني اقول يعملوا شيء بقلب البيت لحتى يغيروا هذا مجرى الهواء او يعملوا شيء معين يستفيدوا فيه؟ هلا يعني المشكله الاولى انه انا لازم ما اشتري هيك بيت بصراحه اذا كنت عم انتقل من بيت لبيت، بس مثل ما تفضلتي هلا احيانا الظروف تحكمنا، ممكن الواحد ما يلاقي مثلا البيت الملائم له 100%. هلا الشيء اللي فينا يعمله اول شيء بده يتاكد من موضوع العزل كثير منيح، موضوع الشبابيك هل هي مسكره مغلقه باحكام ولا لا. للطاقه انا الشيء اللي فيني اعمله لحتى اوازن الطاقه بقلب هذا البيت هو انا استعمل الزرع، استعمل النباتات، النباتات كثير كثير مهمه بقلب البيوت. نحن نفكر انه هي قطعه جماليه او هي شيء بيعدل لي الطاقه دائما من نوعيه الطاقه بتصير بحاله متوازنه شو ما كانت نوعيه الفراغ. النباتات كثير كثير مهمه. طيب اذا بدنا نحكي عن الالوان الناريه يلي بعض السيدات كثير بحبوها، يمكن خاصه بفصل الشتي، وممكن يضيفوا عليها قطع صغيره بالوان ناريه اذا كانوا هن معتمدين الالوان الهاديه الالوان الرايقه، فبيضيفوا عليها ممكن بعض الالوان، طبعا تكون بتتناسق طبعا مع الديكور مع كل شيء. قد ايه هذا الشيء بتشوفه ممكن يعطي طاقه للمكان او لا بالعكس؟ شو رايك؟ هلا الالوان الناريه اللي هي مثل ما الاصفر، الاحمر، الاورنج، هي الالوان اللي قريبه من الوان النار، هي الوان تعطي كميه طاقه او نوعيه طاقه بتعطيني مناسبه للفراغات مثل فراغات المعيشه، مثل الفراغ اللي فيه بده نشاط بدني كثير كبير مثل مثلا صالون مثل الجيم. هي الفراغات بتتطلب كميه طاقه كبيره ونوعيه طاقه من هذا اللون. انا بدي اعرف وين بدي احط هي مثلا، اذا بدي احط فازه مثلا بلون احمر او الوان ناريه معينه بدي اعرف وين بدي احطها بشكل كثير منيح. هي ممكن تتلائم مع الفراغات اللي مثل ما حكينا بفراغ القعده، بس انا ما ممكن احطها بالمطبخ، ما ممكن احطها ابدا بغرف النوم، بتعمل لي مشاكل كثير بالنوم، ممكن تعمل لي ارق، ممكن تعمل لي ازعاجات انا ما بدي اياها، ممكن تسبب كثير مشاكل. طيب بشكل عام خلينا نحكي عن ابرز الافكار اللي ممكن نقول عنها هيك افكار بسيطه وبتتناسب مع كل البيوت، غير استخدام الاضاءه اللي والدخل. حكينا عنه والدخل اكيد، لانه يعني ممكن اشخاص يكون مستاجر بيت فهو ما تمام. بيقدر يتحكم بشكله، ما بيقدر يغير فيه او يعدل فيه. يعني هلا حكينا عن العزل، اذا شخص مو تمام. بيته فرح يقول بدي اروح واتكلف واعزل صح. هذا صح. البيت وانا يبني. اصلا عم بدفع اجره، يعني في كثير تفاصيل اليوم تدخل بحساباتنا بالنهايه يعني. تمام. هلا مثل ما حكينا موضوع النباتات هو ابدا ما له مكلف، انا ممكن اجيب نبته صغيره احطها
مثل ما حكينا على الجدار الجنوبي انا ممكن اخذ على تاثير كثير حلو. غير هيك ممكن انا استعمل الاوراق تبع الجدران، ورق الجدران ممكن. انا اشوف مثلا شو الشيء المناسب للديكور عندي، طبعا بدي اشوف حط شيء يعني خلي فيه تناغم بقلب الفراغ، ما احط شيء مثلا والله قالوا لي انه اللون الاخضر حلو وبحط جدار اخضر من فوق لتحت ما له متلائم مع الديكور، هذا الشيء كمان بيعمل لي خلل بالطاقه. يعني دائما لما العين بترتاح هذا الشيء بيدل انه في عندي تناغم، في عندي تناغم بالطاقه عم يصير بقلب هذا الفراغ. غير هيك حكينا عن موضوع الاضاءه، في كلوبات على فكره بالسوق كانت تعطيني عده الوان، فانا بشوف مثلا شو نوع الاضاءه اللي لازمه هلا بهذا الوقت ممكن انا اشتغل عليها. ممكن احط اضاءه مثلا مايله للابيض اللي هو لون حيادي في جميع الالوان بقلب الفراغات القاعده، ممكن احط الوان مايله للزرق او مايله للفايوليت بقلب غرف النوم. ممكن اذا عندي نشاط بدني كبير مثلا بقلب غرفه القعده، جاييني ضيوف جاييني عالم، فبدي يكون في نشاط وحيويه بقلب الفراغ، ممكن ميل للالوان الحاره شوي مثل الاورنج مثل الاحمر، فهذا الشيء بيعمل تاثير حلو كمان بالبيت. كثير حلوه هي النصائح ضياء، وخاصه لكل السيدات اللي بيحبوا التغيير، لو كان بتفاصيل كثير بسيطه بقطعه ديكور بفازه معينه بكلوب مثل ما قلت. واليوم جاي الدنيا على الشتويه، بنتمنى اكيد تكون هالشتويه دافيه ان شاء الله يا رب. تمام. اكيد بدنا نشكرك ضياء وكل التوفيق. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا لهم.